تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من توقيف 6 أشخاص، من بينهم عون السلطة والسيدة، تتراوح أعمارهم بين 32 و 57 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال وانتحال صفات ومهن ينظمها القانون. وكان المشتبه فيهم قد أقدموا على انتحال صفات موظفين عموميين ومسؤولين قضائيين، وعرضوا مجموعة من الضحايا للنصب والاحتيال بعدما سلبوهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بتوظيفهم أو حصولهم على رخصة اتقال سيارات الأجرة. وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية وكذا توقيف باقي المتورطين في هذا النشاط الإجرامي. وأسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف 6 من بينهم، كما مكنت إجراءات التفتيش من العثور بحوزتهم على مجموعة من الوثائق الشخصية في اسم غير، علاوة على إيصالات لتحويلات مالية وقنديلات ومبلغ مالي قدره 130,000 درهم يشبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي. ما تنساش دير أبوني الفيس بريس وتضغط على زر الجرس باش توصل بكل جديد.